السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خادمة القرآن، ممكن تقفلي المايك؟ وصلنا في الدرس الثاني لأصول قراءة الكسائي. وصلنا في الإدغام الصغير بالنسبة لذالي إذ. عندنا 5 حروف: حروف الصفير، حروف أصلية، وحروف نطعية. عندنا التاء والدال بيدغموا في ذالي إذ، يعني تنتقي صاد بدل الذال، وتنتقي صاد مرة أخرى. وإس صرفنا مع مراعاة رفع اللسان حتى تأتي بالإطباق والاستعلاء بعد الهمزة مباشرة. وإس صرفنا وإز زينا. هنا ما تخرجي لسانك في الذال، على طول تعملي صفير الذال. وإز زينا إس، أيضا هنا صفير إس. سمعتموه الأحقاف، الأنفال، النور. وبعدين وإذ تخلق، إذا دخلت الكهف. بالنسبة لحروف إدغام الحروف الثمانية في دال قد الأصلية والشجرية واللثوية أو اللثوية، أيضا حروف الصفير كلها زي يدغمه الكسائي كله. قص سمع الله، ولقص صرفنا، ولقص زينا، ولقد ضربنا. يشبه مين هنا؟ يشبه بشبه دايما بورش في أشياء كثيرة من ضمنها هذه، يعني ولقد ضربنا. قد جاءكم، لاحظ عنده يعني دايما بيتبع مجموعة اللي هم همزة والكسائي وخلف العاشر. بس في هذه النقطة ما في إمالة في جاءكم، يعني هنربطها بأن هو ملوش إدغام في الجيم. هنا 5 حروف فقط في ذلي إذ. طيب، فعنده الجيم لا تمال في أيضا الفعل. جاءكم، ناخد بالنا من هذا، لكن هو يدغمها. مثل مين؟ مثل أبي عمرو. قد جاءكم. طيب، هنا قد شغفها، فقد ظلم. هنا مثل أيضا ورش. ولقد ذرأنا. ندخل على إدغام تاء التأنيث، وعنده الإدغام ما شاء الله يعني كثير جدا. في كل الحروف إلا ما يعني حرف، ولا أحيانا دون استثناء. هنا أنبت 7 سنابل. هنا 8 حروف. لا، خبز زدناهم، حصر صدورهم، كان الظالمة. هنا مثل ورش. كذب الثمود، نضجت جلودهم. بالنسبة للام هل وبل،
تحس بالتأتيهم بالطبع الثوب بس ظننتم بس زين بس سولت بن نقذف. هنا في غنة، هنا أما ندغم في النون بنعمل غنة. بن نقذف في الأنبياء، هن ننبئكم في الكهف، ودي انفرد بهما الكسائي من بين القراء. عندنا بضلوا ولم يقع بعد هل في القرآن إلا 3 أحرف، النون والثاء والتاء. النون والثاء والتاء. بالنسبة لبل لم يقع بعدها إلا 3 أحرف اللي هي الحروف المذكورة، وأضيفت إليهم الضاد. هنا بضلوا. إدغام المتقاربين والمتجانسين، يعني في الذال بندغم تاء والدال في الثاء، الدال في الذاء، يعني الذال بندغمها في التاء والدال بندغمها في الذال والدال بنضمها في الث، اللي هي أخذت واتخذت، اللي هو كل دي بتصرفتها. بدل ما نحفظها ممكن نذكر الأقلية اللي هما ما بيضغموا. تعرفوا مين اللي ما بيضغم؟ أخذت واتخذت بتصرفتها، تعرفوا مين اللي ما بيضغم يعني بيظهرها؟ أيوة ابن كثير، نعم، وحفص، نعم، لا ليس العاشر، قصدك 10 دغفل. هذا بالنسبة للشاطبي. بالنسبة لواحد كمان من الدرة اللي هو رويس، أخذت واتخذت هما ما يضغموه، 3، ابن كثير وحفص ورويس بتصرفتها. طيب بالنسبة لعدت، هنا بيضغمها الذال في الت، الذال في الت. فنبتها، عنده الإدغام كثير ما شاء الله. هنا أيضا الدال بتاعت صاد في الذال بتاعت ذكر. يوري الثواب في النساء، الباء في الميم يعظم من يشاء. طبعا لما تكون الميم البه ساكنة. عندنا مين من اللي أخذناهم يضغم أيضا؟ يقول يعظم من يشاء. مين أخذناه أيضا؟ ها؟ مين فاكرة؟ قالون، نعم، نعم قالون، نعم قالون. طيب اركم معنا، دي عندنا عند حفص أيضا، إن هما في بيقرأوا بالإسكان يعني بالجزم، وفي بيقرأوها بالضمة. اللي بيقرأوا بالإسكان وبيضغموا منهم قالون ومنهم الكسائي. أيوة قالون بخلف، نعم قالون بخلف. طيب دلوقتي بالنسبة ل باء الجزم، باء الجزم بتضغم في الفاء، يغلف فسوف، وإن تعجب فعجب، اذهب فمن تبعك. مين بيعمل كده كمان؟ حد عارف؟ خدناه، فاذهب فإن لك، ومن لم يتف فأولئك. مين يعمل كده؟ أخذناه،
خدنا خلاد، نعم خلاد، وعنده بيدغم منها، بيدغم قولا واحدا ومنها بخلف. طيب بالنسبة للنون في الواو، في ياسي، هو طبعا بيقول ايه، ياسين والقرآن، نون والقلم، يعني تجيب الغنة في الآخر، ما تجيبهاش في الواو بتاعت نون، ها، ولا في الياء بتاعت في الآخر خالص، إنها تيجي عند حرف النون تروحي عاملة الغنة مع الواو، غنة مع الواو. طيب نخسف بهم، ده موضع وحيد، وده هو بيقول يخسف ولا نخسف، هو في سورة سبأ. هو بيقول يخسف كده في ال، أيوة بالياء، لا هو بيقول يخسف عشان هي كده في الطيب بالياء. طيب أوردتموها، الثه في الته، لبت بتصريفاتها طبعا، مثل عدته بقى في الأول خالص، خدناهم اللي هي أخدته وعدته، فنبتها، بس دي ذال وهنا الثه، أوردتموها ولبته، لم، هنا رمز السين لمين، ومن يفعل، وما، ومن يفعل ذلك، يفعل ذلك ليس الكسائي كله، وإنما الليث أو أبو الحارث. هي في 6 مواضع، البقرة وآل عمران، النساء موضعين، والفرقان والمنافقون. نعم. فبالنسبة للوقف على مرسوم الخط، بالنسبة لكلمة أفرأيتم، كيف يقرأها الكسائي؟ كيف يقرأها؟ بدون همس، نعم، أفرأيتم، نعم بدون همس، نعم. بالنسبة للاتة، يعني الكلمات المكتوبة بتاء ممدودة هكذا، يقف عليها بالهاء، وإذا كان ينطبق عليها شروط الإمالة، مثل يعني هاء التأنيث، يميلها أيضا. هنا أفرأيتم اللات، أفرأيتم الله، هنا لأن قبلها ألف، هيقرأها بدون إمالة. هنا مرضاه، لا هنا بدون إمالة، قبلها ألف، مرضاه، ذاه، ولاه، هيهاه، هنا بقى بيزود ألف، هنا بيزود ألف. عندنا 3 أيه في القرآن، عارفين أماكنهم؟ عارفين أماكن أيه؟ في واحدة للمفرد، واحدة للمثنى، واحدة للجمع. النور، نعم، أيها المؤمنون، هناك الجمع أو الموضع للجمع. وغير النور، فيه الرحمن، فيها المثنى، أيها الثقلان. طيب فاضل كمان واحدة، الزخرف، فيها المفرد لما قالوا أيها الساحر. طيب يبقى عندنا الثلاثة دول هو بيقف عليها بالألف، يقفها أيها. طيب بالنسبة ويكأنه أو ويكأن، الكلمتين نفسهم، يجوز له، يجوز يعني ليس يعني فرضا، لكن طبعا الكلام ده اختبارا يعني، لأنها كلمة على بعضيها، لكن هو يجوز له يقف يقول ويكأن، ويكأنه، بس طبعا لما يبدأ بالكلمة لازم يبدأ بيها على بعضيها، يعني كأنها هي كلمتين بالنسبة له، وي كأن، يعني كأنها اتعملت من كده، وي كأنه، وي كأن، بس هو لو يستطيع يقف على وي،
بس نبدأ بيها على بعضها، لأن هي فعلا كده في القرآن. وقف ويكأنه ويكأن برسمه، يعني كلنا نقف كده زي ما هي مرسومة. وبالياء قف رفقا، الراء للكسائي، وبالكاف حللة. مين يقف ويك؟ يقف ويك، وبعدين أنه أو أن مين؟ حلل الحاء أبو عمرو. طيب يبقى أمر بالوقف على الهاء في ويكأنه، على النون وعلى النون في ويكأن، تقف طبعا بالنون مشددين غنة، ويكأن، وهما بسورة القصص في قوله تعالى: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، ويكأنه لا يفلح الكافرون، كما هو مرسوم في المصاحف لجميع القراء، ما عدا الكسائي فإنه يقف، مش يقف، هو يعني يجوز له الوقف اختبارا على الياء. ويصح البدء عنده بقولك كأن الله في الأول وكأنه في الثاني، والصحيح الوقف على الكلمة بأسرها والبدء بقولك ويكأن الله ويكأنه، اتباعا للرسم وعملا بالقياس. كذلك عندنا كلمتين تانيين اللي هي في سورة الإسراء: أيما ما تدعو، قل ادعوا الله، قلوا ها يعملوا ضمة، قل ادعوا الله، مش لازم تكتب لنا، مش لازم تكتب لنا، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما ما تدعو فله الأسماء الحسنى. طيب هو إيه بالنسبة له؟ يستطيع يقف على أي أو ما، وليس هو وحده يعني. هذه الآية في سورة الإسراء آية 110. قال الشاطبي: وأيا بأيا ما شفا، شفا الشين رمز مين، وسواهما بما، وبوادي النمل بالياء سنة تلا، حمزة والكساء. نعم، بيّن أن الوقف على أي من هنا أيا ما تدعو للكسائي مع إبدال التنوين ألفا. طبعا لما هيقف مش هيقف بتنوين، مش هيقول أيا، هيقف أيا. ومعنى وسواهما بما أن الباقين من القراء وقفوا على ما، أيا ما. فالباء في قوله بما يعني وقفوا عند الماء، هذا مفاد النظم. وقال ابن الجزري في النشر: والأرجح والأقرب للصواب جواز الوقف على كل منهما، ينفع تقفي على أي وتقفي على ما، لأنهما كلمتين منفصلتين لجميع القراء اتباعا للرسم، لكونهما كلمتين انفصلتا رسما وانتهى كلامهم. لكن لو وقفنا على أي واحدة فيهم لا يجوز البدء بما بعدها. يعني لو وقفنا على أيام ما ينفع نقول ما تدعو، نقول أيا وبعدين ما تدعو له الأسماء الحسنى، ولا حتى لو وقفنا على ما أيام ما ننفع نبدأ إن إحنا نقول تدعو، لابد نوصلها بعد ما نقف يعني اختبارا، أو يعني للطوارئ مثلا، حد عطس، حد كح، حد كذا، أو اختبارا يعني. لكن بعد كده نضم الآية على بعضيها، يعني نقرأها على بعضيها. يتعين يعني ولا يجوز البدء بما ولا بتدعو، بل يتعين بأيا من الأول خالص. طيب يعني ممكن ندعي ربنا أي الرحمن، أو ندعو الله، يعني كلاهما ينفع، وأي حاجة من الأسماء الحسنى تنفع تدعي ربنا بيها، أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. طيب عندنا كمان كلمة فيها ما، اللي هي ما لهذا، أو فما للذين كفروا، أو فما لهؤلاء. هو بيقف على ما، أو هنا ما، أو هنا ما، ولا يجوز البدء باللام، بل يجب وصلها، يعني ما نقولش لي هذا، لا، ما هو ممكن يقف عليها، يجوز يعني يجوز، لكن لا يجوز البدء بما بعدها لأن المعنى يعني. طيب بالنسبة لتاء التأنيث، إذا كتب تاء المؤنث بالتاء المفتوحة وكانت للمفردة يجب الوقف عليها بالهاء، يعني امرأة العزيز، امرأة،
هنا ممكن يميل، يقول امرأيه، رحمته يقول رحمه، عشان الميم من زود شمس فيها الميم. طيب سنة أيضا، سني جمالات بالنسبة لسورة المرسلات، احنا عندنا جمع هو عنده مفرد وينفع يقف عليه أيضا بالهاء، جماله. طيب بالنسبة للسكت، 4 سكتات هي واجبة لحفص فقط، ما غير حفص، غير حفص يدرج الكلام يعني يوصل. يبقى لم يسكت في المواضع الواجبة لحفص من طريق الشاطبية يوصل، يبقى هنا هيعمل بعد التنوين يعمل ايه؟ إخفاء، هنا إدغام بدون غنة، مرقدنا هذا، هنا برينا، في إمالة للراء، للألف، برينا، مرة كمان معاها قليل. طيب جميع القراء متفق عليه. طيب بالنسبة لياءات الإضافة، هي المتكلم تلحق الأسماء والأفعال والحروف دائرة بين الفتح والإسكان، يعني هذا ما يختلف فيه القراء. طيب ما خلف فيه حفصا قبل همزة القطع وهو قرأها بالإسكان، وهي كانت عند حفص مفتوحة أو مكسورة، يعني حفص يقول معي أبدا، هو يقول معي أبدا، طبعا لما نسكنها في القصر معي أو رحمنا، الأولى بالتوبة والثانية بالملك. طيب إن أجري إلا، لاحظنا يعني من القراء أخذناهم يعمل كده. صحبة، بس شبع، نقول صحبة، نقول صحبة أحسن. إلا يدي إليك، طبعا دي وردت في سور كثيرة، أجري، أما يدي إليك وأمي إلى هين المائدة. بالنسبة لياءات الإضافة قبل همزة الوصل، في منهم معرفة بلام التعريف وفي غير معرفة بلام التعريف، مثل حفص هو، أما المعرفة بلام التعريف هو فتح عهدي الظالمين، مين بيسكن عهدي الظالمين؟ مين بيسكنها؟ غير حفص، كمان واحد، كمان واحد غير حفص، أخذناه، لا أخذناه غير حفص، حمزة، نعم نعم حمزة. طيب ديت فتحها قال عهدي الظالمين وأسكن يا عبادي الذين، طبعا لما يسكنها وفي بعدها ساكن يحصل ايه للياء في عبادي؟ يحصل ايه للياء في عبادي؟ تحذف طبعا اصلا لتخلص من التقاء السكنية. ملوكة اقفلي المايك. طيب أيضا أسكن هذه في العنكبوت والزمر، وبعدين كل عبادي الذين في إبراهيم أيضا تسقط في الوصل. ما قبلها أي حرف من حروف الهجاء، ما خلف فيه حفصا قبل حرف آخر من أحرف الهجاء وهو قرأها بالإسكان وحفص بيقرأها بالفتح. بيتي وردت في 3 مواضع، أن طهر بيتي للطائفين في البقرة، وطهر بيتي للطائفين في الحج. بيتي مؤمنا، ومن دخل بيتي مؤمنا في نوح، 3 أماكن سكن فيها كلمة بيتي. وبالنسبة لوجهي هذه متكررة يعني مع كل اللي بيسكنوها. وجهي وردت في موضعين، في آل عمران والأنعام، فقل أسلمت وجهي، إني وجهت وجهي في الأنعام. ولي
وما كان لي عليكم في إبراهيم ولي فيها مآرب أخري في طه، ولي نعجه في صاد، ما كان لي من علم في صاد، ولي دين في الكافرون. طيب كلمة معي وردت في 9 مواضع، فأرسل معي بني إسرائيل في الأعراف، ولن تقاتلوا معي عدوا. توبة، معي صبرا، وردت في الكهف 3 مرات. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي في الأنبياء. إن معي ربي سيهدين في الشعراء، ونجني ومن معي من المؤمنين في الشعراء، فأرسله معي ردءا يصدقني في القصص. بالنسبة لياء الزوائد، هي الياء المتطرفة الزائدة في التلاوة على رسم المصاحف، سواء كانت لام الكلمة يعني أو ياء إضافة، ياء المتكلم، وتدور بين الحذف والإثبات لفظا، وتكون في الاسم والفعل. هو عمل زي أخذنا هذا من حذف، مين حذف ياء تاني من اللي أخذناهم؟ حمزة. حمزة يعني يقول آتاني الله، هو آتان يعني وصلا وقفا، تحذف ياء اللي هي عندنا احنا بالنسبة للحفص زائدة مفتوحة. طيب أيوة شعب أيضا، وزود يا عبادي صح في الزخرف بوجه. نعم طيب بالنسبة يوم يأتي لا تكلم، في هود هنا بيثبت الياء، يوم يأتي لا تكلم نفس، أما لو وقف يحذفها. عندنا مين تلاقوه يشبه ورش هنا، ها بيثبت ياءات زوائد وصلا، ها ورش، ويحذفها وقفا. هنا يأتي وقفا يقول يأت، نبغي فارتد في الكهف، نبغ لو وقف، أتوا على وادي النمل وصلا، بس طبعا هي ستحذف لالتقاء الساكنين وصلا، بس وقفا هو بيثبتها. ديت ليست مثل ورش، هنا يقول وادي وقفا، مثل مين؟ بهادي العمي، هنا لم يثبتها وصلا لكن يثبتها وقف، كلمتين وادي وبهادي وقفا فقط. طيب ندخل على الكلمات، الظاهر من الكلمات الفرشية. عنده إشمام كسر الحرف الأول بالضم في الكلمات الآتية، الكسرة يشمها ضمة، نعمل أنهي الأول؟ مين تقول لي؟ نعمل أنهي الأول لما نيجي نعمل الإشمام، نشمم الكسرة ضمة؟ ها؟ نضم الشفايف أولا. نعم يبقى الضم هو اللي سابق ويكون أقل، نعم، والكسرة بعدها وتكون أكتر قيلة، بس نحذر من إيه؟ إن إحنا نطول في الضمة تبقى تتحول لواو، لما أقول قيلة ها تحول لواو كده، بس قيلة. يبقى الإشمام عبارة عن إيه؟ النطق بحركة مركبة من حركتين، ضمة وكسرة، جزء الضمة مقدم وهو الأقل، ويليه جزء الكسرة وهو الأكثر. طيب غيضة وجويئة، هنا في مد متصل، وحويلة وسيق وسويقة، سويئة
سيئت. طيب مين بيضغم من اللي أخذناه؟ مين بيعمل إشمام اللي أخذناهم؟ مين؟ هشام. قالون وورش لهم كلمتين، قالون وورش كلمتين فقط، صح؟ أيوة بس. يبقى نافع عنده سيئة وسيئت، أما اللي بيشارك الكسائي في معظمهم هشام، يأتينا أيضا رويس. رويس. طيب بالنسبة لإشمام الصاد الساكنة التي بعدها دال بصوت، إزاي يعني إشمام مثل كلمة الصراط؟ ها، عند خلف. يصدفون، تصدية، أصدع، أصدق. عندنا أيضا قصد السبيل، قصد السبيل. يبقى ده عبارة عن إشمام الصاد صوت الزاي، يعني بنخلط حرف الصاد بحرف الزاي يتولد منهما حرف جديد، بيكون فيه حرف الصاد متغلبا على الزاي، يعني ما نعملها مرققة، ما نعملها مرققة، نعملها فيها تفخيم وفيها إطباق. طيب بالنسبة لوهية، وهو أسكن، بس لازم يكون بعدها واو أو فاء أو لام، في واحدة بس فيها ثم في سورة القصص، ثم هو، بس لو وقف هيبدأها طبعا، ما في، هيبدأها بسكون، هيبدأها بضمة. طيب مين أخذناه يعمل وهو، فهو، لهو؟ مين؟ مين أخذناه؟ قالون وأبو عمرو وأبو جعفر، لسه هناخده إن شاء الله. طيب جزاكم الله خيرا، جاهزين في الإجابة الحمد لله. بالنسبة لكلمة المحصنات بكسر الصاد إلا الأولى، الموضع الأول اللي هو والمحصنات في سورة النساء، الموضع الأول هو بيقرأها بالفتحة. طيب الآية 24 في سورة النساء، والمحصنات بيقرأها بالفتحة وغيرها بالكسر في الصاد. رؤوف يقرأها رؤوف. مين غيره؟ عندكم انتوا الرمز الشاطبين. مين يقول رؤوف؟ كمان رمز؟ كمان رمز غير صحبة؟ أيوة، قصر صحبة حالا. نعم أيوة، صحبة حالا. نعم. طيب ويبشر يقرأها يبشر. مين بيقرأها مثله كده؟ ها، يبشر، فتح الياء وأسكن الباء وضم الشفتين، حمزة. نعم، جميلة جميلة، لما تقرأيها تسمعيها جميلة، يبشرك. طيب فتبينوا يقرأها فتثبتوا، يقرأوها فتثبتوا في سورة النساء وسورة الحجرات. طيب بالنسبة لي بالنسبة لبيوت بالكسر الباء، عندنا مين تاني؟ نبدأ من الأول، نقول قالون. مين تاني؟ ابن عامر وشعبة وحمزة وابن كثير. طيب ثمودا بيقرأوها بالتنوين، هو بيقرأها بالتنوين، هي رسمت عندنا بالألف، بيقرأها بالتنوين في أربع مواضع. تحسيبهم بكسر السين، من ضمن الأماكن اللي بشبهه بورش فيها تحسيبهم.
هو مش ورش بس يعني، هو نافع وفي غيره كمان. طيب بالنسبة عليه ذلة، نعم عليه هو، عليه ذلة يعني بضم الهاء مع الميم وصلا بشرط أن يسبقها ياء ساكنة أو كسر وبعدها ميم، طبعا ميم جمع. ده الكلام ده امتى؟ لا اما يكون فيه وبعدها ساكن، لكن لو وقف عليهم هل بيضم الهاء مثل حمزة؟ ايوه هذا يطبقوا حمزة والكسائي وخلف، لكن لو وقفنا اللي بيضم الهاء فقط، فقط منهم هم الثلاثة حمزة. نعم كده جميل. طيب ما لكم من إله غيره، بينطقها غيره. يعني تتبع كلمة إله في اللفظ. صفة بكسر الراء والهاء وصلا والراء وقفا. طبعا لأنه الهاء هتكون ساكنة. طبعا غيره لو وصل، لكن غيره والهاء هتكون ساكنة. بالنسبة للفظ أم، إذا وقع مفردا في أربعة مواضع نكسر إيه؟ الهمزة وصلا وابتداء. فلأمه، عندك الميم هنا هي مكسورة طبيعي في سورة النساء. أما الميم ليست مكسورة، هو ما بيكسرهاش. هنا الميم مكسورة، فلأمه يعني بيكسر الهمزة بس الميم مكسورة، هو ما كسرهاش، هي مكسورة. طيب فلأمه بيكسرها وصلا وابتداء، لأن قبلها زي ما انتم شايفين حرف، فهي وصل وابتداء هتبقى فلأمه، فلأمه صح؟ يعني كده كده هيبدأ فيه قبلها حرف يعني، فهي وصل وابتداء هيقرأها بكسر الهمزة. طيب بالنسبة لديت في أمها رسولة، لو بدأنا بيها يعني الفي لوحديها هنا يقدر يبدأ بكلمة أم، هيبدأ أم ولا هيبدأ أم؟ يبدأها بالضم، يبدأها هنا بالضم. أيوة أمها أم الكتاب. أما في الوصل في أمها، في أم الكتاب. طيب بالنسبة لأم، إذا أضيف إلى جمع وكان قبله كسر في أربعة مواضع اللي هي أمهاتكم، بيقرأها إزاي؟ بكسر الهمزة وصلا، فقط الهمزة خلي بالنا، فقط الهمزة. أما حمزة بيعمل إيه؟ حمزة بيعمل إيه؟ بيكسر إيه؟ الاثنين، بيكسر الهمزة والميم. طيب فهو يقول إمهاتكم، أما التاني يقول إمهاتكم، هنا قرأها قرأهم بكسر الهمزة وصلا، أما عند الابتداء فله ضم الهمزة في الأربع مواضع أمهاتك، يرجع عادي. طيب بالنسبة لكلمة لم يطمثهن، هي متكررة مرتين في سورة الرحمن. لو هو بالنسبة للميم، لو ضم الميم هنا يكسر في الموضع التاني، أو واحد منهم يعني، لو أبو الحارث ضم يبقى الليث يكسر أو العكس، لو كسرناها هنا نضم في التاني. المهم ما نضمش في الاتنين ولا نكسر في الاتنين، يعني واحد تضمي واحد تكسري، مش مهم أنهي يعني، أي واحد فيهم تضمي التاني تكسري. طيب خلاص كده خلصنا والحمد لله أصول الكساء. في أي سؤال؟
مش عارفة اتكلمنا على يتسنى، هاءات اسمها هاءات ايه؟ يتسنى بنسميها هاءات ايه؟ اقتدي اسمها هاءات ايه؟ مين فاكر؟ السكت عندنا كام واحدة في القرآن؟ عندنا كام واحدة؟ عندنا كام في القرآن؟ 7. أول واحدة في البقرة يتسنى في الآية 259، الثانية في الأنعام آية 90 اقتديه، وفي 4 في سورة إيه؟ الحاقة، نعم، كتابية، سلطانية، مالية، حسابية، والأخيرة 7 في سورة القارعة. ما هي؟ بيعمل إيه هو فيهم؟ بيحذف الهاء وصلا ويثبتها وقفا. مثل مين؟ مثل مين أخذناه؟ حمزة، نعم، جزاكم الله خيرا. حاجة تانية متكلمناش عليها. بالنسبة ألا يا سجود اللي هي عندنا في سورة النمل، ألا يسجدوا، الآية في سورة النمل عندنا اللي هي قبل السجدة، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، اللي قبل الآية بتاعت السجدة. احنا بنقول ألا، بس هو عنده اللام مخففة، ألا، فهو عنده الياء، ياء نداء، يعني ألا يسجدوا. نجيبها من هنا لو حبيتوا تشوفوها. أهي شايفينها ولا الشاشة ما اتغيرت؟ شايفينها؟ طيب الحمد لله، الحمد لله. هنا شايفينها مكتوبة زي ألا، مش ألا، يعني اللام ليست مشددة. طيب ألا يا، طبعا الألف بتاعت يا هي ياء نداء، بس هو ليه كتبها كده؟ عشان يوريك إن هو ممكن يقف على ياء النداء. هو بيشرحها الشيخ توفيق ضمره، يقول اللام مخففة، حرف تنبيه واستفتاح، ألا يجوز الوقف عليها، اللي هي ألا بعدها ياء النداء، ويجوز الوقف عليها أيضا. والمنادى محذوف، تقديره يا هؤلاء، ثم فعل أمر أسجدوا، بنبدأ بيه بضمه لهمزة القتل لما نبدأ بيها. يتصل حرف الياء هنا في الآية عندنا، يتصل حرف الياء بالسين وصلا لالتقاء الساكنين، لأن هتحذف الألف بتاعت النداء، فعندنا احنا في المصحف مكتوبة يسجدوا، يسجدوا، بس هو بيقول ألا يسجدوا، فهي كأنها يا هؤلاء اسجدوا، لو وقفنا على يا. طيب مفهوم؟ الحمد لله. الحمد لله. طيب بالنسبة عنده كمان الآية بتاعت سورة الروم، اللي هي الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير، الآية 54 في سورة الروم. هو بيقرأها بضم الضاد وجها واحدا في المواضع الثلاثة. مين أيضا يضم الضاد اللي أخذناه؟ من أيضا؟
من أيضا يضم الضاد؟ حفص بخلف، نعم حفص بخلف، نعم ناخد بالنا من النقطة دي لأنها المشهور عنه بالفتح، بالفتح فقط، أما الضم دي اللي أنا كنت عايزاكم تجاوبوها يعني. في ناس كتير ما تعرفش إن حفص بيضم الضاد لأنه ليس مكتوبا في معظم المصاحف، والمشهور إن هو بالفتح، الضم هو اختيار حفص. طيب في أي سؤال قبل ما ننهي إن شاء الله؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.